صلاح بدري. فارس سبو النادي القنيطري كان عازما على تحقيق النصر، خصوصا انه لم يضمن بعد مكانه في دوري المحترفين للموسم القادم، وهو يلاقي فريق المغرب الفاسي الذي بات لزمن عليه تحقيق الانتصارات من اجل البقاء في دور الصفوه. وبادر بالهجوم الفريق الفاسي منذ بدايه المباراه، وكاد ألاسان ديالو يوقع الهدف الاول لولا تدخل السنغالي مامادو ديالو الذي ابعد الكره من على خط المرمى. الدقيقة 12 تسديدة قوية من البرازيلي دو سانتوس صد الحارس القنيطري أمين رزين وأمضى ديالو هدف الفاسيين، لكنه رفض من قبل الحكم الدولي منير مبروك بداعي التسلل. بعد ذلك بدقيقة واحدة أول فرصة الفريق الغرباوي جاءت عن طريق خالد سباعي الذي سدد الكرة لكنها لم تعانق الشباك بعد تمريرة من ديانج، ومن خلال ضربة حرة نفذها صاحب الرجل اليسرى الذهبية البرازيلي دو سانتوس أحرز محمد علي بام عمر الهدف الأول للمغرب الفاسي إثر خطأ يتحمل مسؤوليته وسط دفاع النادي القنيطري. ضربة حرة نفذها بلال أصوفي تصدى لها الحارس الفاسي عزيز الكناني في الدقيقة 37، خطأ فادح من لاعب الكونغو الديمقراطية فاريل تسبب في طرده إثر ارتكابه خطأ في حق اللاعب الفاسي حلحول في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفاسي على أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء. وفي الجولة الثانية كاد ألاسان ديارا يضيف الهدف الثاني لفريقه في الشباك القنيطرية بعد تسديدة قوية على العارضة. فريق الضيوف كان بإمكانه توقيع الهدف الثاني عبر حلحول، لكن أمين رزين الحارس الشاب القنيطري تصدى للكرة. بعد ذلك مراد الناجي أهدر فرصة تعديل النتيجة إثر مرتد هجومي في الدقيقة 57. آخر فرصة في المباراة للمحليين ضربة حرة نفذها مراد الناجي وضربة رأسية من ديانج اعتلت المرمى. اولا هذه المقابله كانت مقابله فخ بالنسبه للفريق المغرب الفاسي، لان المقابله صعيبه مع النادي القنيطري اللي دخل هذه المقابله باش يضمن البقاء ديالو بثلاث نقاط. حنا نفس الشيء دخلنا جينا للنادي مع النادي القنيطري ضيعنا الفوز امام الفتح في اخر دقائق، فهذا كان هو الهاج النفسي عند اللاعبين، فحاولنا بطرقنا السيكولوجيه خلال الاسبوع كله باش اولا نخدموا تقنيا وتكتيكيا ولكن كثير نفسانيا. والحمد لله اليوم كما شفنا في اخر لقاء كان تخوف من الجميع، ولكن الحمد لله ان ثلاث نقاط قد عطينا واحد الدفعه معنويه باش نسيروا اللقاءات القادمه ان شاء الله. مقابله اليوم كانت مقابله قويه، الفريق الفاسي جا اليوم باش يدي ثلاث نقاط، حنا كنا باغي نربحوا ما كتبش الله، والطرد هو اللي اثر علينا واثر على الفريق، وكنتمناو ان شاء الله الدور القادمه نعوضوا الهزيمه هذه. يخسر النادي القنيطري للمره الثانيه على التوالي بميدانه، لكن هذه المره بهدف مقابل لا شيء لتتعقد مهمته في قادم الجولات من دور المحترفين، بينما فوز مهم ظفر به المغرب الفاسي قد يعيده الى الطريق الصحيح للابتعاد عن منطقة النزول للدرجة الثانية.